من أكثر الممثلات اللي شفناهم في رمضان، فقدمت 5 أدوار في مسلسلات وجع الصمت، العراب تحت الحزام، التواريد، مذنبون أبرياء وخاتون. ابتدت كعارضة أزياء لكنها قررت تمثل سنة 2001، ومن بعدها شاركت في 10 مسلسلات في سنة واحدة. جيني أسبر ضيفت ستار تراك النهاردة. على إنستغرام عندها حوالي 1,000,000 فولوور، ومعروف عنها حبها للموضة، فبنشوف صور كتير من اللوكس بتاعتها في مناسبات مختلفة، وواضح إنها بتحب تتصور كتير، فبتنشر صور من الفوتوشوتس اللي بتعملهم. كمان بتفكر متابعينها بالأعمال اللي شاركت فيهم، وبتنشر صور للأدوار اللي قدمتهم، وبتعمل مسابقة لمتابعينها، واللي بيعرف اسم المسلسل أو الشخصية فجايزته بتكون فولو منها. جيني كمان بتشارك الفانز الأوقات الحلوة اللي بتقضيها مع بنتها، ومنها فيديو بفلتر الأرنب. على تويتر عندها 110 ألف متابع، وفي آخر تغريداتها عبرت عن فرحتها بفوز منتخب بلدها بكرة القدم على منتخب الصين، وفي تغريدة تانية أعلنت إنها هتكون موجودة في عرض أزياء المصممة منال عجاج في أسبوع الموضة في بيروت. فيسبوك عندها حوالي 250 ألف لايك، وبتنشر بوستس عن نشاطاتها وأعمالها ولقاءاتها الإعلامية. جيني بتحب الرياضة وبتحرص على ممارستها يومياً.